قبل ما تبداو ضغطوا على سابوني، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الاعمال ديالي، ضغطوا على جيم لا عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش تبارطاجيوها باش تعم الفائدة على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام. اليوم غادي نقدم لكم وصفة جد معروفة في المغرب، اللي هي المروزية أو العنقرة ديال الغنمي ولا ديال البقرين. مرور المقادير إن شاء الله. كما تشوفوا هنا عندي كيلو ديال الحم اللي فيه الشحماء واللحم، ما نحتاجو الزيت بزاف. هنا جوج حبات ديال البصل اللي قطعتهم شلطتهم رقاق. هنا عندنا تقريبا 100 غرام ديال الزبيب و 100 غرام ديال قمر الدين أو المشماش الجاف اللي سبق ليا وضعتهم في الماء الدافئ لواحد المدة ديال ربع ساعة باش يطلقوا مزيان. عاد حيتهم صفيتهم. هنا عندي البيضة ديال السمن للتزيين، القرقاع 50 غرام للتزيين أيضا. هنا عندي تقريبا 4 ديال الفصوص ديال الثوم مبشورة، الملح اللي كيبقى حسب الذوق. عندنا هنايا ملعقه صغيره ديال المروزيه اللي كنشريوها من المحل المصوبه. عندي هنايا عود ديال القرفه والقليل من زعفران شعره. هنايا ملعقه كبيره ديال البابريكا او التحميره، ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار الاسود. هنايا عندي خليط ما بين زيت الزيتون والزيت ديال الطياب نصف كاس، وهنايا السكر غيبقى على حسب الحاجه، ما غاديش نحدد لكم تقريبا الكميه الان. بالنسبه للناس اللي تيبغيوها معسله راه في الاخير غادي توضعوا تقريبا نصف الكاس او اكثر، وغادي يبقى السكر السنيده الاخر اللي غادي نستعملوه في التعسيل ديال الزبيب وديال المشمش الجاف. نمروا الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اولا غادي نوضعوا واحد الطنجره فوق الغاز، غادي نضيفو الزيت هو الاول، نضيفو البصل ديالنا كلو، فص ديال الثوم، ونشحروا العناصر ديالنا. متوقفوش على التحريك باش ما تحرقش لينا البصل. غادي نشحروهم تقريبا لواحد المدة ديال 3 حتى 5 ديال الدقائق. نضيف التوابل الاخرى،
من بعد مرور 5 دقائق ديال الشحارة ديال البصلة غادي نوضعو اللحم ديالنا دابا في القدر. نغطيو عليها باش تطلق لينا الماء ديالها، ونقلبو على الجوانب ملي يتشحر لينا باش نضيفو الماء. ودابا من بعد ما تقلى اللحم غادي نضيفو الماء، نغطيو على اللحم. من بعد غادي نسدو على الطنجرة المده ديال الطهي كتراوح من 30 حتى 40 دقيقه حتى يطيب لينا اللحم مزيان. فهاد الاونه هادي من وحنا كنطهيو في اللحم ديالنا ديال المروزيه غادي نمروا للتعسال ديال الزبيب وهذا المشماش الجاف. هانتوما كتشوفوا وضعتو في كاسرونه مع الماء ومع العود ديال القرفه، غادي نخليه يغلى مزيان. ومن بعد مرور تقريبا 10 ديال الدقائق غادي نضيفو عليه السكر السنيدة ونخليه حتى يختار ويتجمع لينا مزيان. من بعد مرور 10 ديال الدقائق غادي نضيفو دابا السكر السنيدة هو وضع دابا تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. وإلا كان عندكم العسل يمكن لكم تعوضوا بالعسل، كيجي عنده مذاق آخر. ونخليوه دابا يطيبها لينا حتى يتعلق. ولا يمكن لكم ايضا في الاخر فاش كيطيبها لكم اللحم يمكن لكم توضعوا الزبيب والمشماش الجاف ديروهم معاه مع اللحم وتعسلو كل شيء دفعة واحدة وتخليهم يتعسلو. أنا كنفضل ندير لهم بحال هكا الحساب باش نبغي نزين الطبق ديالي. نخليوه دابا حتى يتعسل لينا ونعاودو نرجعو. الآن كتشوفو من بعد ما طها ليا اللحم هو انا حليت عليه الطنجره، دابا يا كنقلب اللحم ديالي واش طها مزيان. غادي نضيف ليه دابا يا السكر سنيده باش نعسلو. وهنايا بالنسبه للمشماش والزبيب كتشوفوها هو صافي طها لينا، نطفيو عليه البوطه. نمهلو عليه البوطه ونضيفو السكر. السكر قلت لكم كيبقى على حساب الذوق ديالكم، واش تتبغيو حلو ولا تتبغيوه معتدل، ولا كاين اللي كيبغي مالح وكيوضع معاه الزبيب معسل. هنايا غادي نوضع انا تقريبا كيف ما كتشوفوا كاس الا ربع ديال السنيده. وغنقلب اللحم ديالي هذا باش السنيده تدخل لينا مزيان. ونخليه يتعسل واحد شويه حتى تبان لينا بان الدغميره ديالنا ولات شويه ثقيله اختارت.
هو الطبق ديالنا من بعد ما تهالينا اللحم انا كنوضع فيه دابا. هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. يمكن لكم ايضا تضيفوا جاج محمر. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، وانطلاقوا ان شاء الله مع وصفه اخرى.